نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل إخواننا الشهداء الذين مضوا في هذا الحادث الذي وقع في مطار الفاو، حيث كانت الطائرة في مرحلة الإقلاع، وبعد 4 أو 5 أمتار هبطت الطائرة وسقطت. تمكن بعض الإخوة من الخروج من الطائرة بعد كسر زجاج النوافذ، واصطفى الله سبحانه وتعالى عدد من الإخوة 3 واستشهدوا في الطائرة. بقية الأخوة بخير وصحة جيدة، وكلهم بخير، ليس من بينهم إلا جروح طفيفة يعني لا تحتاج حتى إلى كثير علاج. نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة الذين نجوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل إخواننا الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وزوجهم الصبر والسلوان.